سفراء من جميع الدول. هذا شوف مناظر جميلة. كنتذكروا السنكار في مدينة الدار البيضاء وبالخصوص في هذه الساحة هذه. احنا ما كنقولوش لهم ما تحاربوش الحمام، ولكن في بعض المناطق هنا في مدينة الدار البيضاء الحمام كيعطيو الناس الخبز وكيوسخ لهم الحالة، ولكن بالنسبة للساحة احنا راه كنترزقوا على الله من هذه الساحة هذه. انا ما يمكنش هذه الساحة بعيدة على العمارات وبعيدة على الديور وبعيدة على بزاف ديال المشاكل. مابقاش راه ما يمكنش تجيو نتوما في الصباح بكري وكديو ثلاثة الشبكات أربعة الشبكات، راه ماشي معقول هادشي. الشبكات ديال الحمام تديروا الشبك ديال الحمام وكديوه في الصباح. دابا المشكل اللي كاين هو اننا حدا بلا مشات الحمام هذا ما عندنا ما غادي نصابر، ما بقى عندنا والو غنتشردوا كاملين تشريد، ها ولاو مشردين. وهاد الناس هادو ما شابوش فينا بصفه نهائيه. هو قال لك الحمام دايرين السبب انه كيوسخ لهم الارض وهذا وكيوسخ العمارات وعندهم مشاكل مع الناس وبزاف ديال الشكايات على قبل هاد الحمام هذا. كنطلب من السلطات المحليه انهم يشوفوا من حال هاد الناس هاد. ما فهمنا هو داروا هاد القرار هذا دور البلايكانه ديال ما تعطي الحمام لا ماكله لا والو، بغينا نحيدوا الحمام. راه المغرب كامل كيجي على قبل الحمام، انا حيت شي الحمام شنو يبقى؟ ما يبقى لا ديكور لا والو، غتولي لنا الدنيا خايبه. هاد الحمام هذا راه خلقه الله سبحانه وتعالى، علاش غتحيدوه؟ حنا السبب تنجيو تنوكلوه باش يبقى هنايا يبقى واخد راحته. ما فهمناش هاد القرار هذا، واش هادو ضد البيئه ضد الحيوان؟ ما الحمام ماشي شي كلب اللي غيعض بنادم، راه حمامه عادي باغا تعيش وباغين يحاربوها. انت شوف البلاك قال لكم ما تعطيش الماكله، حتى الماكله ممنوعه ما تعطيش ليه. ما عندنا حنا علاش ما عطاوش الماكله؟ انسانيه هذه، الحمام خصو يبقى هنايا. وبغينا شي تدخل في هذا الشيء. انا كنوض مع الصباح كنجيب الحمام، كنجيب ليه الماكله. كناخذ 10 درهم ديال الدرا ولا 300 ريال، وفي الليل عاتاني كنجيب ليه عاتاني الدرا. جيت اليوم الصباح قال لك ممنوع تلوح ليه الماكله، فهمتي؟ ونتمنى من المسؤول ان خويا يديروا شي حل، اما يديروا شي طويسات شي لعيبه يحطوا الحمام ياكلوا، فهمتي؟ وتا رساله كاينين شي وحدين اخويا كيجيبوا الطعام وكيجيبوا الخبز كارم كيلوحوا هنايا، يعني ما بغى يحيدوا باش كما يبقاو يوسخوا الزبل، فهمتي؟ والحمام هنايا النافوره باش معروفه، راه معروفه بالحمام، بنادم هنايا راه كيجي على قبل الحمام. ونتمنى اخويا من المسؤول ان يديروا شي حل، حيت الحمام راه ما يمكنش يبقى بلا ماكله اخويا، عمر راسه وجبد النهار كامل مكلي شيش راه غادي يبقى فك غيبقى فك الجوع، فهمتي؟ ونتمنى خويا من المسؤولين او من المواطنين اللي كيجيبوا الماكله كيلوحوها يعرفوا كيفاش يلوحوها. كل اللي كيجي كيبدا يفرع، فهمتي؟ كيفرع ما كيخليش بنادم اللي كيدوز كيعمر الدنيا كامله. نتمنى خويا يديروا شي حال يكون زوين، نتمنى المسؤولين خويا ينظموا لنا هذه القضيه هذه اللي قال